وزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصرية ينقل لنا المزيد من التفاصيل حول القافلة بمدينة الحمدية بمحافظة الجيزة. نحييكم من مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، حيث القافلة الطبية لعلاج أمراض الأسنان. هذه القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة هنا في مدينة الحوامدية، ونظمتها أيضا كلية طب جامعة أسنان بمشاركة عدد من أطباء الأسنان وتخصصات مختلفة. الأهالي من مدينة الحوامدية توافدوا هنا منذ ساعات الصباح ليتم الكشف عليهم في هذه القافلة الطبية. ونجد من خلف هذه السيارة المجهزة، سيارة مجهزة بأحدث المعدات الطبية لعلاج أمراض الأسنان، وبالتالي يدخل أهالينا من مدينة الحوامدية إلى هذه السيارة المجهزة لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وأيضا يتم تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى تحويل إلى المستشفيات المتخصصة لاستكمال علاج المرضى الذين يحتاجون إلى مزيد من علاج مرضى الأسنان. وإذا تحدثنا عن مؤسسة حياة كريمة فهي تنظم العديد والكثير من القوافل الطبية بهدف نشر هذه الخدمات الطبية في المناطق النائية والبعيدة والقرى أيضا البعيدة عن المراكز، بهدف الاستفادة من أكبر قدر من المواطنين والأهالي الذي يتعذر عليهم الذهاب إلى المراكز أو المدن لتلقي العلاج. منذ ساعات الصباح استقبل الأهالي هنا في هذه القرية هذه القافلة الطبية، توافدوا وأيضا أظلوا في ساحة انتظار، وتم إعطاء كل شخص أو كل مريض دوره، بالتالي دخلوا إلى هذه السيارة المجهزة طبيا بالكامل، وأيضا تم تحويل عدد كبير منهم إلى المستشفيات المتخصصة للحالات التي تحتاج لمزيد من الرعاية. وأيضا يمكن القول لأن الحفاظ على صحة الفم هي من المؤشرات الأساسية للحفاظ على الصحة العامة للإنسان، وبالتالي كانت هذه القافلة الطبية بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجامعة القاهرة أو كلية طب أسنان جامعة القاهرة للاستفادة والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والأهالي هنا في هذه القرية بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة. وهناك أيضا الكثير من القوافل الطبية التي سوف تنظمها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة القاهرة في محافظات أو في قرى ومراكز ونجوع أخرى نائية وبعيدة للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.